طب دي حاجه، انت بتقول سبول البنزين زاد 78% و40%. طب التوك توك انا راكب امبارح، ها انا نازل امبارح، ها محطه عزبه النخل، وراكب التوك توك اول امبارح كان بجنيه، بقدرة قادر امبارح بركبه، ها ماشي بقى ب2 جنيه زاد الضعف. ها الميكروباص النهارده السواق بيتخانق مع 20 زبون النهارده بتاع سواق ركنيش الميعاد وسواق ركنيش فايده كامل. ها على الصبح متخانق انا مع سواق، قلت له يا عم رمضان كريم يروح بعيد عني، مصمم برضه يتخانق، اعمل لكم ايه مش عارف ايه، يعني خلى الشعب عمال ياكل في بعضه، خلوا الشعب بياكل في بعضه، انت عارف ان تغليه البنزين ده يخلي الشعب بياكل في بعضه، ما ده يقول لك انا مالي وده يقول لك انا مالي، والسواق يقول لك اصل البنزين غلى عليا، امبارح واحد بيقول لك انا عدوه في الشارع وقعد يلطم ويقول لهم حرام عليكم، خدوا الهدوم بيعوها انا مش لاقي حاجه اكل عيالي، طب ايه اكتر من كده؟ اه والله العظيم اقسم لك بالله. ولما جاء لك الشعب ما لقاش من يحنوا عليه، طب وده حنوه على الناس؟ الناس عماله تاكل في بعضها من الصبح. والله العظيم النهارده 20 خناقه، 20 خناقه والله العظيم من الصبح. طب يرضي مين ده؟ لا هتوصل لثور الجياع، انا متوقع لو استمر الحال على كده هتبقى ثور الجياع.